نستمتع مع بعض أصدقائي بهذا المشهد الجميل والرائع لحمامة تتحدى القطط وتهاجم القطط في مشهد مضحك وجميل وغريب بنفس الوقت. بالتفصيل أصدقائي أعرض عليكم هذا المشهد اللي صورته بنفسي، يعني صورت هذا المشهد بنفسي لأناقش معكم سبب مهاجمة هذه الحمامة للقطط وسبب خوف القطط من الحمامة. معروف عن القطط أصدقائي أنها لها غريزة أنها تهاجم الحمام وتهاجم الطيور حتى ولو لم تكن جائعة، تهاجمهم بكل الأحوال. القطط تهاجم الحمام، هنا العكس، الحمام تهاجم القطط. تابعت هذا الموضوع أصدقائي، تابعته لمدة أسبوعين أو أكثر من أسبوعين. الحمامة تحط على هذا المكان، مكان تواجد القطط، تهاجمهم، تمنعهم من الأكل وتتحداهم حقيقة في مشهد غريب. هنا القطط تخاف الحمامة. السؤال هنا عن غريزة القطط، أين هي غريزة القطط، هذه القطط الكبيرة، أين غريزتها في مهاجمة الحمام؟ أنا شايف العكس، نشاهد أمامنا الحمامة هي من تهاجم القطط وتستعرض وترقص وتستعرض قوتها حقيقة، تهاجم بكل قوة. القطط فقط تدافع نفسها، هنا القطة الرمادية تدافع عن نفسها وتستمر الحمامة بالهجوم على القطة الرمادية بهذه اللقطة وتلاحقها حتى تحت الشجرة. القطة تريد أن تأكل والحمامة تمنعها من الأكل. كما ذكرت هناك غريزة ربانية، غريزة طبيعية للقطط بمهاجمة الطيور والحمام بكل الأوقات، هذا ما أعرفه، لكن هذا المشهد يثبت عكس ذلك حقيقة، أو يعطينا صورة عكس المعروفة عن طبيعة القطط. هنا الحمامة تهاجم القطط ولمدة أكثر من أسبوعين وأنا أتابعها، تحط على هذا المكان وبالساعات ولمدة أسابيع تهاجم القطط وتستولي على المكان وتسيطر على المكان وتستعرض قوتها حقيقة. لا أعتقد أن هناك بيض موجود لهذه الحمامة تدافع عنه، لا أعتقد، لأنها تطير وترجع بالنهار، تهاجم القطط وتحاول السيطرة على هذا المكان. حمامة فقط، هي حمامة، لكن ما أشاهده حمامة شرسة، حمامة بغير طبيعة الحمام، الطبيعة الحمام، الطبيعة الأليفة للحمام حقيقة. هنا أشاهد حمامة شرسة، حمامة غريبة، حمامة عجيبة تهاجم القطط بكل قوتها وبكل جرأة. هنا تحاول القطة الدفاع نفسها ولكن لا تستطيع تهرب. هذه الحمامة على ما أعتقد تريد أن تبعد القطط عن هذا المكان، وربما تريد أن تستولي عليه ربما، لكن حمامة واحدة تهاجم 7 أو 8 قطط ولأيام عديدة ولا تستطيع القطط مقاومتها أو تخاف منها وتهرب منها، وتستمر الحمامة بمهاجمة القطط وإخافتها، والقطط تكتفي بالدفاع عن نفسها وتهرب من هذه الحمامة العجيبة والغريبة. بالفعل مشهد غريب أصدقائي. أستمر طبعا أنا صورت مشاهد عديدة ومطولة، لا اختصرت قدر الإمكان بعض المشاهد لأنه مشاهد طويلة لمدة أيام وأسابيع، لكن اختصرت بعض المشاهد لأثبت بهذا الفيديو أن هناك حالات غريبة في عالم الحيوانات والطيور، أن من الممكن أن تكون حمامة أقوى من القطط أو حمامة أشرس من القطط، رغم أنه لا يوجد بيض لهذه الحمامة بهذا المكان. بحثت ولم أجد أي بيض، فقط حمامة تحط من بعيد كل يوم تأتي لتهاجم القطط في هذا المكان بالتحديد، في مشهد لم أفهمه حقيقة، وربما علماء الطبيعة يحيرهم هذا المشهد عندما يشاهدونه. حتى علماء الطبيعة وعلماء الحيوانات والطيور ربما يستغربون من هذا المشهد لأنه يعني بالفعل مشهد غريب. شوف الحمامة ترقص وتستعرض قوتها بعد أن طردت القطط، وكلما تعود القطط مرة أخرى تهجم عليها الحمامة وتطردها وتهاجمها بشراسة وبقوة.
على عكس المتوقع وعلى عكس المعروف عن طبيعة الحمام الأليفة. حتى غريزة القطط تختفي هنا، غريزة القطط بمهاجمة الطيور والحمام تنتهي أمامنا في هذا المشهد وتختفي، وتظهر أمامنا حمامة شرسة تهاجم القطط بكل قوة حقيقة. يستمر هذا المشهد الغريب والمشهد الجميل، ربما يكون من أغرب المشاهد في عالم الحيوانات والطيور حقيقة. رغم أن هذه القطط كما شاهدت وتابعت بنفسي جائعة، هي تريد أن تأكل الصحون أو الحبوب الموجودة أو المتناثرة أو العظم أو الدجاج، عظام الدجاج واللحم الموجود المتناثر تريد أن تأكله القطط، وهي جائعة. واضح أن هذه القطط جائعة، ورغم ذلك تخاف من هذه الحمامة، وهي بالمناسبة ليست قطط، هي قطط برية وليست قطط تربية منزلية. لمن يريد الاستعلام أو النقاش بموضوع هذه القطط، هنا القطط الحمامة ترقص وتستمر بالرقص استعراض القوة. هذا ما أراه وأفهمه حقيقة، أن هذا استعراض القوة، الحمامة ترقص استعراض بالقوة لأنها هزمت القطط وتستمر بمهاجمة القطط. بالفعل مشهد مضحك وجميل ومشهد قمة بالغرابة في عالم الحيوانات والطيور. كما ذكرت لكم أصدقائي، القطط جائعة، واضح أنها تريد أن تأكل، نشاهد أنها تأكل من الأرض وتأكل قطع اللحم، أو ولكن لا تستطيع أن تستمر بالأكل بسبب مهاجمة هذه الحمامة الوحيدة. هذه الحمامة تهاجم القطط وتمنعها من الأكل، وتستمر لساعات وأيام وأسابيع، تستمر هذه الحمامة لأسابيع عديدة بمهاجمة القطط. لم أجد تفسير منطقي، تفسير واقعي، تفسير علمي لهذا الموضوع. هذا الموضوع عكس الغريزة الموجودة عند الطيور وعكس الغريزة الموجودة عند القطط. ربما أصدقائي أحاول أن أبحث مع بعض علماء الطبيعة، علماء الحيوانات وعلماء الطيور، أبحث عن طريق هذا الفيديو الحقيقي والواقعي اللي صورته بنفسي. أريد أن أبحث وأفهم طبيعة هذا المشهد، ولماذا الطير يهاجم القطط بهذه الشراسة والجرأة والقوة، ولماذا القطط تخاف هذا الطير. 7 قطط أو 8 قطط تخاف هذا الطير وتبتعد عنه، بل يمنعها من الأكل. الطير يمنع القطط من الأكل ويمنعها من التواجد براحة بهذا المكان، ويستمر لأيام بمهاجمة هذه القطط في مشهد بالفعل مشهد غريب. حبيت بالتفصيل أناقش معكم المشهد واللقطات أو الظروف الموجودة بهذا المشهد بالتفصيل حقيقة. شوف هنا الطير يتحدى القطتين الكبيرتين، يتحداهم ويحاول محاصرتهم، ومن ثم ينقض عليهم فجأة ويهاجمهم. هذه الطريقة شاهدتها عدة مرات من هذا الطير، طير الحمام، طير حقيقة، طير يتصرف تصرفات غريبة. هنا يعاود مهاجمة الطير الرمادي، يمنعه من الشرب ويمنعه من الأكل، ويستعرض أمامهم ويستعرض قوته ويتغلب عليهم ويهزمهم حقيقة، في مشهد غريب في عالم الحيوانات والطيور. مشهد عجيب ويحمل استفسارات عديدة. لأول مرة أشاهد طير بهذا الطير، حمامة، أشاهد حمامة تهاجم قطط وعدة قطط في وقت واحد ولأيام عديدة ولأسابيع عديدة، والقطط تخاف هذه الحمامة
على عكس الغريزة المعروفة عند القطط. حبيت أشارككم بهذا الفيديو وهذا المشهد، اختصرت قدر الإمكان، اختصرت هناك ساعات عديدة حقيقة صورتها لأرى نتيجة هذا التصرف، أو نتيجة أو ما تقول إليه أو ما ستقول إليه نتيجة تصرف الحمامة. هل ستهاجم القطط الحمامة في النهاية؟ لا، على العكس، لم أجد أي قطة هاجمت الحمامة أو دافعت عن نفسها بشراسة، بل استمرت كما نشاهد أمامنا، استمرت الحمامة بمهاجمة القطط بكل قوة. يوم ورا يوم، يوم ورا يوم، تأتي الحمامة وتحط على هذا المكان، مكان تواجد القطط، القطط الكبيرة والقطط الصغيرة، تهاجمهم. وتخاف القطط، كافة القطط الكبيرة وغير الكبيرة، كل القطط تخاف هذا الطير وتحاول تلافيه والابتعاد عنه. أود أن أجد تفسير لهذا الموضوع حقيقة، ولهذا السبب نشرت هذا الفيديو لأتابعه معكم أصدقائي، ونجد مع بعض ونحاول أن نجد تفسير لتصرف الحمامة وخوف القطط من هذه الحمامة. والسر، ما هو سر قوة الحمامة في مواجهة القطط على عكس الغريزة وعلى عكس الطبيعة الحيوانية وطبيعة الطيور وطبيعة العداوة ما بين الطيور والحمام وما بين الحمام والقطط؟ وكيف أن القطط في هذا المشهد تخاف الحمامة وهي في موقف ضعيف أمام الحمامة؟ عدة قطط كبيرة في موقف ضعيف أمام الحمامة، والحمامة تهاجم القطط وتستمر لأوقات طويلة وأيام عديدة وهي تهاجم القطط. مشهد غريب وعجيب. هنا برضو أتابع معكم هذا المشهد أيضا، القطة تتحدى، عفوا الحمامة تتحدى القطط هنا، عندما تحاول القطة أن تأكل تهاجم عليها الحمامة وتبعدها عن مكان الطعام، تبعدها أيضا عن كل المكان. هنا تستعرض قوتها بعد أن هربت القطة، تستعرض الحمامة قوتها أو ترقص رقصة الانتصار كما أشاهد أمامي، رقصة الانتصار، وتحاول مهاجمة القطط الأخرى أيضا. هنا القطة تختبئ أو القطط تختبئ خلف هذه الحجار وهذا الكرسي، تحاول القطط تحاول الاختباء من الحمامة والهروب منها، والحمامة تستمر بمهاجمة القطط وتتحدى القطط وتخيف القطط في مشهد قمة بالروعة، ومشهد بالفعل مشهد غريب.